بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. ما أجمل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنواره بتشع وتوصل أنواره إلى داخل قلوبنا ومش بس داخل قلوبنا وداخل مجتمعاتنا كمان. إزاي جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مش بتداوي القلوب المريضة بس وتداوي الأوجاع كمان المجتمعية. يعني تداوي المجتمع لما يمرض المجتمع. لإن المجتمعات أمراضها بتبقى عويصة شوية. وعشان كده لازم نعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيداوي مجتمعاتنا. بيداوي ظاهرة من أس من أسوأ الظواهر اللي إحنا مرينا بيها. ظاهرة كنا في أمان منها. بس الظاهرة دي زادت. تعالوا نجلس مع حضرة النبي ونسلم عليه السلام عليك يا رسول الله. عشان يبقى حاضر معنا في مجلسنا. وإحنا بنتكلم وبنرتشف من أنوار هديه صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكتشف معاه من هدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو علينا شاهد من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فإيه اللي يحصل؟ فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم انت قال الاعمش اراه قال يلتزمه الحديث رواه سيدنا مسلم رضي الله عنه نسمع الحديث مرة ثانية. حديث بيقول ايه؟ حديث عن سيدنا جابر. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يبع بي بيرسل عياله يعني. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. بيعمل ايه بقى؟ يقعد يوزن الفتن اللي عملوها، المصايب اللي عملوها، والأذى اللي عملوه، يفضل يوزن كده يوزن الأذى لغاية ما نشوف ده. فيجيء أحدهم واحد بيعرض بقى بيحطهم على ميزان الايه؟ ميزان المصايب والبلايا والشر والاذى. فيقول فعلت كذا وكذا، أذى يعني. فيقول له ما صنعت شيئا، إيه؟ انت أذيت اه بس الأذى بتاعك مش قوي يعني. ثم يجيء أحدهم، واحد بقى من ايه؟ من أتباعه ومن صبيانه، فيقول أحدهم: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. ما سبتوش غير لما ايه؟ خليته يسيب مراته، بعدته عن مراته. قال فيدنيه يقربوا منه كده تعال اقعد جنب انت يا فتان يا انت صنايعي في الفتنه ويقول نعم انت انت الصنايعي انت ابليس الاراري سيدنا الاعمش هو احد رواه الحديث قال اراه يعني اظن انه قال فيلتزمه يعني يحضنه يقربوا كده منه فيلتزمه يعني يحضنه الحديث ده بيخليني أنا كمتخصص في الإرشاد الزواجي أشعر بأن حضرة النبي معايا. الحديث ده في الحقيقة لو عايزين نعرف مدى مطابقته للواقع فأنا عايز أكلمكم بقى عن اللي أنا بشوفه كل يوم من الحالات اللي بتقابلنا في مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء المصرية. فأنا هكلمكم النهاردة باللي بشوفه بس آه خليني أقول لكم حاجة اللي أنا بشوفه بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الناس للأسف بتتخانق وبعد ما تتخانق تسيء لبعض وبعد ما يسيئوا لبعض يأذوا بعض وبعد ما يأذوا بعض يوصلوا للامتلاء من بعض ونفسهم تتسد ويوصلوا الى حد الطلاق وهم بيقولوا احنا مش عارفين ايه اللي حصل لنا الحديث ده بيجاوب لنا ايه اللي حصل لهم ومش معنى كده ان ابليس عمل كل حاجه ولكن ابليس كان الشراره عشان نفهم ان احنا في الحقيقه وكاننا ماشيين ولا خطوات الشيطان الطلاق ماشي ولا خطوات الشيطان اذا كان مش هو الحل اللي بيقوله لك المتخصصين هذا النبي بيقول لنا ان ابليس بيبعت مساعديه او صبيانه زي ما احنا بنقول بلغتنا الدارجه واكتر واحد بقى بياخد مكافآت ويكون قريب من إبليس أكثرهم ضرر وأذى وشر ومصايب في المجتمع مين بقى ده أكتر واحد إبليس بيحتفل بي اللي بيخرب البيوت اللي بيولع النار في البيت واللي بيكب الزيت واللي بيحرق الغيط يعني اللي بيخلي الناس تتطلق من بعض اللي بيفرق ما بين الرجل ومراته ليه بقى لان دوت اللي بيعمله ده اثره مش بيبقى على الاتنين دول بس ده اثره بيبقى ممتد اثره انا بسميها دواير الجحيم المتداخله هو اثر على الاتنين دول على الاسره على المجتمع لان افساد الاسره اللي هو بيكون في الافساد ما بين الرجل والمراه هو في الحقيقه يعني بالتعريف زي يقولوا بايدي نيشة كده بالتعريف هو افساد المجتمع وكأن إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله علشان كده يا سيدي عايز أقول إن الأسرة يعني استلهاما من كلام حضرة النبي الأسرة عاملة زي القلب قلب المجتمع إذا فسد فسد المجتمع كله زي القلب إذا فسد فسد الجسد كله وعشان كده بقول لحضراتكم ان احنا لازم نفوت الفرصه دي على ابليس لان ابليس على فكره مش هو اللي بيكمل القصه كنت دا دايما بنفرق للناس ما بين وسوسه ابليس وحديث النفس الأمارة بالسوء قالوا اذا لقيت الحاجه جت ومشيت دي من عند ابليس لكن لو قعدت تتكرر لغايه ما تكبر وتكبر وتكبر, وتكبر في نفسك اعرف ان هي من نفسك الاماره بالسوء وعلى فكرة مش أي مشكلة تحصل نقول الحل في الانفصال لأن اللي بيقولك الحل في الانفصال ده التحالف الجهنمي اللي هو تحالف مين؟ تحالف الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء في تحالف كده بيبقى دايما الشيطان يرمي والنفس الأمارة بالسوء تتلقف وتعظم وتعمل بقى ما تقوم به لأن هي جلسة معاك طول النهار وعشان كده ربنا حذرنا من ده كله وهو بيذكر لنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه قال كده يعني ربنا اخبرنا ان هما من أكثر الحاجات اللي من اكتر الادوار اللي بيقوم بيها ابليس هو التفريق ما بين الازواج وبعض الازواج بيكون عندهم تحدي التغير بعد الزواج واللي بيخليهم يشعروا بالغربة بينهم وبين بعض وممكن بعض الأزواج يعيشوا مع بعض سنوات طويلة جدا ويفضلوا برضو غرباء عن بعض وما يحصلش بينهم تطبيع ولا قرب ودول بيكونوا بيئة خصبة جدا 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 للشيطان وسهل جدا جدا يفرق بينهم أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن الزواج والأسرة دي نعمة من اعظم النعم اللي ربنا منع بيها علينا ومين قال ان زوجتك او زوجك ده عشان يبقى نعمه وتحس بانك انت راضي وانت معاه ان يبقى بلا عيوب مين قال كده ما حدش قال كده خالص ومين قال اننا بنحب بعض لما نكون من غير عيوب طب هو احنا نفسنا بلا عيوب ما احنا تربينا ان الناس تحبنا طب احنا اذا كنا طالبين من الناس ان نحبنا مش كنا لازم نبقى من غير عيوب عشان الناس تحبنا الاول؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر ده عشان يبقى الانسان يكون في حالة الاتزان الزواجي، في حاجة اسمها الاتزان الزواجي. الاتزان الزواجي يدفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: "لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر" يبقى هو ده الاتزان مش الاتزان ان احنا نقبل فلانا بعيوبه لكن الاتزان ان احنا نعرف ان احنا بشر مش بنحب بعض لان احنا ملايكة احنا بنحب بعض لان احنا بشر وقادرين نعيش مع بعض وكلنا عارفين قد ايه الرجالة بتتضايق من عصبية الزوجات وبيشوفوا ده بينقص من كرامتهم ورجولتهم كمان لكن مثلا عشان تعرف بس ان ايه ازاي لما امتلأ الصحابة بأنوار حضرة النبي انعكس ده على سلوكهم وعلى اخلاقهم فكانوا من اهل محاسن الاخلاق حد يشك ان سيدنا عمر رجل جلد وشجاع وقوي لكن شوف بقى لما اتعلم الاخلاق المحمديه تعلق اخلاق حضره النبي صلى الله عليه وسلم بقى حاجه ثانيه علمنا شيء مهم جدا جدا لما جاء له رجل يشتكي له ان زوجته بترفع صوتها عليه فلما جه يخبط على الباب وخبط على الباب وجد سيدنا عمر زوجته بترفع صوتها عليه وهو بيعمل ايه سيدنا عمر هي بتعلي صوتها عليه فالراجل راح ماشي وكان سيدنا عمر بيفتح الباب فقال له انت مش كنت عاوزني فقال له اتردد كده قال له انطق يعني حاجه زي كده انطق فقال له انا جيت اشتكي لك من ان زوجتي مراتي بتعلي صوت عليا لقيت حالك مع مراتك زي حالي فسيدنا عمر رد عليه وقال له غسلت ثيابي وبسطت منامي وربت أولادي ونظفت بيتي ولم يأمرها الله بذلك بل تفعله طواعية أفلا أتحملها إن رفعت صوتها الكلام بقى مختلف تمام كده. الكلام فين فهم سيدنا عمر ان رفعه لصوته دوت بيعمل ايه؟ رفعه لصوته دوت بيقلل من كرامته، ما حسش بكده خالص. لكن في للاسف الشديد في الواقع اللي احنا بنعيشه بقى في تهديد كبير جدا جدا سببه للاسف الشديد حاله الصراع اللي احنا بنعيشها في حياتنا بعامة. فبقى سمت سمت كبير في حياتنا ان الصراع مركزي في حياتنا. جه بقى في المنافسه وجه في حياتنا كلها وعلى فكره دوت جه من سمه اساسيه عندنا زادت قوي في عصرنا من مات السمع اللي انا بكلمكم كتير عنهم وهي فكره زياده الفردانيه. اللي ظهر على ضفافها بقى فكره الاستقلال اللي اصبح في غايه التوحش. مش مش استقلال اصبح عندنا ظواهر زواجيه في منتهى الخطوره. مش بس عشان فكره بس الاستقلال والاستقلال على فكره الاستقلال رائع بس لما يكون في حاله اتزان لكن لما يوصلنا الاستقلال ده في بعض الاحيان ان احنا مع الفردانيه ان احنا نحاول نعمل نوصل لظواهر خطيره زي ايه؟ ظواهر انا بسميها زواج التجربه مثلا. ايه زواج التجربه دوت؟ نتجوز نجرب بعض ما اتبسطناش نطلق. او بذنست الزواج. يبقى الزواج عشان ايه؟ منفعه. ايه بقى, إيه؟ منفع إيه بقى المنفعه؟ اه نتجوز عشان ننتفع. او ممكن يكون كمان الزواج دوت زواج الترانزيت. ان حد يتجوز حد فتره كده وهيطلقه. فالزواج اصبح صراع. الظواهر اللي انا ذكرتها دي بتبين ان الزواج اصبح في حاله تهديد وعلى فكره الاسباب اللي انا ذكرتها والصور اللي انا ذكرتها والزوار اللي انا ذكرتها هي احد اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق هذا الارتفاع المهول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش في حد اكرم منه خلقا ولا حد يستطيع ان هو يوصل الى حكمه رسول الله ومع ذلك ايوه مع ذلك ايه اللي حصل؟ اختلفت زوجاته معه اختلفت زوجاته معه لكن السيدة عائشة وزوجاته أخذوا موقف لما حضره النبي اختلف معه وحصل خلاف وده مش معناه إن واحد من الطرفين وده لازم نقوله دايما في الزواج إن الخلاف ما بين الزوجين ما يعنيش ما يعنيش خالص إن فيهم حد وحش وده شيء مهم نعرفه لكن الخلاف لو اتحط في اطار ان احنا مختلفين في وجهات النظر هيبقى كل واحد فينا بيتعامل مع رايه كانه وجهه نظر مش كانه الحق والقيم والشرف والكرامه بتوسع الحكايه ساعتها والدنيا ما بنعرفش بتت... ما بتعرف... ما نلمها ليه اتحطت في مكان ما يقدرش حد ما ياخدش موقف فيه قوي الذكور اللي بيرفعوا كارت الكرامه وبنعرف ان في خلاف غير مفهوم. والطرف ده بيرفع كارت الكرامه لانه كارت مقدس ومحدش هيقول لواحد خليك ترضى بالمهانه ولا ترضى ان كرامتك تداس فلذلك هو بيرفع كارت الكرامه عشان ايه؟ يسكت كل اللي ايه؟ اللي حواليه. لكن حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ استوصوا بالنساء خيرا. وقال عن المراه انها إذا بات وزوجها عنها راضي باتت مغفورا له إيه ده يعني إيه يعني بلاش إحنا الاتنين لا الزوج ولا الزوجة يحط الخلافات اللي بينهم في وجهات النظر على إيه على قاعدة الكرامة ولازم نعرف إزاي نواجه بقى الشيطان وهو يريد أن يهدم حياتنا الأسرية في خمس مفاتيح مهمة تساعدك على مواجهة الشيطان لازم تتيقن إن الله بينك وبين شريك حياتك وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا بيني وبين زوجتي فلما أجي أعملها أنا بعامل ربنا في زوجتي فزوجتي دي محراب وزوجي ده محراب بنعامل ربنا فيه يبقى لازم نكون مع الله سبحانه وتعالى في بيوتنا وفي علاقتنا الزوجية تاني حاجة لازم تعرف أن الحب مش كلمة وعلى فكرة حتى الحب مش حالة لإن حتى الناس اللي بيقولوا إن الحب حالة بيحصل لهم حاجة صعبة شوية. إن الحب بيخلص بسرعة. لكن الحب حياة بنعيشها. وجزء من حياة الحب صيانته. فلما بنتجوز العلاقة مش هتمشي لوحدها ولا هتمشي ولا الحب هيستمر بالقصور الذاتي. لأ ده هيحتاج إلى صيانة. ولذلك من أراد أن يكون محبا صادقا فليصن علاقة الحب بالكلام والأفعال وكمان بالاحتواء وكمان بالامتنان الحب ما مش ممكن يعيش لو ان احنا ما حفظناش عليه وما الحب لو ما تسقاش بيموت فلازم نسقيه نسقيه بايه نسقيه بالامان ونسقيه بالاحترام ونسقيه كمان بالاهتمام ونسقيه بالتقدير ثالث حاجه لازم نداوم التعرف على شريك حياتنا كل على يعني فكره التعارف اللي احنا تعرفنا فيه قبل الجواز ده بس خلانا نتجوز لكن عشان نعيش متجوزين لازم نتعرف من جديد كل التفاصيل بقى بيحب ايه بيكره ايه ايه الحاجه لو عملتها ادخل السرور على قلبه ايه الحاجه اللي لو عملتها اخليه مزقطط كل ده مهم وايه الحاجه اللي انا لو عملتها احسسها بالامان واحسسها بالاحتواء واحسسها ان هي الحمد لله في راحه وتنام وهي قريره العين لازم تتعرف على شريك حياتك كل يوم انت بتتغير وهو بيتغير انت بتنضج وهي بتنضج لازم انتوا الاتنين كمان تساعدوا بعض على النضوج وده مش هيحصل غير لما كل واحد فينا يتحاور بصدر واسع ونكتشف مساحات جديدة مع شركاء حياتنا فحياتنا تتسع ونداوم على التعرف وما نتعالاش على التعلم وما نتعاملش مع بعض بالخلفيات اللي عندنا ولا بالصور النمطية اللي احنا بنعيش بيها وساعتها اتمسك باللي يسعدني وما اتعرفش على اللي بيسعد شريك حياتي لا 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 خالص لابد ان انا اسعى للتعرف عليه تعرف حقيقي. الحاجه اللي بعد كده كمان اللي احنا عايزين ناكد عليها ان تاكيدك على ابديه العلاقه بينك وبين شريك حياتك محفز عشان يفضل عنده امل. الست لما بتحس ايه اللي يخلي الست تحس ان هي فقدت ثقه بزوجها لما هو يقعد يتكلم على الزواج الثاني او يقعد يتكلم على الستات ان هو م... ان هو... وتحس ان هي ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش امل ان حياتها تستمر. ولذلك لازم تأكد على أبدية العلاقة عشان يفضل الأمل موجود ويفضل السعي إن انتوا تتوافقوا وتعيشوا مع بعض في سعادة. الواحد يا ساده لما يحس إن العلاقة أبدية بيستثمر في تأسيس العلاقة وميستعجلش على النتائج بسرعة وكمان يصون العلاقة لأنه هي هتفضل معاه. لما حد من الطرفين بيقول ربنا يجعل يومي قبل يومك زي ما بنسمع في الكلام الحلو بتاع اهلنا إن يعني طبعا مش بنتكلم على الموت لكن هو بيبقى الشعور بيبقى المعنى هو عايز يقول إنه هو عايز افضل معاك على طول طول حياتي. هو مش بيتكلم في الحقيقه عن الموت لكن بياكد على ابديه العلاقه. رقم خمسه عايزكم تفتكروا دايما ان انت اذا اردت ان تسعد فعليك ان تسعد عليك ان تسعد شريك حياتك فبادر بإسعاد شريك حياتك بادر بإنك انت تعمله الحياه اللي بيحبها وإن انت تسعده وما تنتظر لا تنتظر ابدا ان شريكك هو اللي يبدأ انت اللي بادر بإسعاده وخلي حياته فيها سعاده وهنا وخلي حياتك دايما حياه شريك حياتك مليانه بالبهجه وبالسرور والفتح طب نعمل ايه عشان نبتدي بقى نستثمر علاقتنا اكتر ونحصنها من كيد الشيطان ونعمل ايه عشان ندخل الى رضا الرحمن تعالوا نقول شويه حاجات مهمه ممكن توصلنا الى ده احنا في حياتنا حصل حاجه مهمه حاجه حصلت حاجه مهمه دلوقتي في حياتنا اتغيرت الادوار في حياتنا اتغيرت الادوار في حياتنا يعني ايه بقى عندنا حاجه مشكله ضخمه ان الادوار اتغيرت فبقى الراجل بيشارك في البيت اكتر ساعات والست بقت كمان بتشتغل فاختلاف اختلاف الادوار مش اختلال اختلاف الادوار حصل ايه بقى حصل لكل منا حاسس ان هو بيعمل حاجات مش حاجاته مش دوره فايه اللي حاصل فابتدى يحصل حاجه مهمه جدا 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 احتياج شديد جدا 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 ان حد يقول لحد كلمه حلوه ولذلك بقى من الواجبات الاسريه الامتنان لازم كل حد يمتن لشيك حياته يمتنن لشريك حياتك على اي شيء بيقدمه على فكره الامتنان ده حتى لو كان صغير صدقني حتى لو كان صغير في اوقات كتير عارف يحصل ايه بيبقى الامتنان ده شويه الاكسجين اللي هتخليه يكمل انا بقول دايما لكتير من الناس ساعات الامتنان ده بيبقى قبره الحياه اللي بياخدها الانسان عشان يقدر يعيش وعشان كده كل واحد فينا يمتن لوجود الاخر يمتن لوجود زوجته في حياته وهي تستحق هذا الامتنان وهي تمتن لوجود زوجة في حياتها وهو يستحق هذا الامتنان تاني حاجة احنا محتاجين الاحتضان الزوج والزوجة طول الوقت وخاصة في الظروف الصعبة اللي بيحصل ان احنا بنتحط في ظروف صعبة جدا جدا بيبقى محتاجين للاحتضان اللي بيعبر عن كل مشاعر الدعم والسند والمودة والرحمة بيجي اولاد يقول لابائهم لما يكونوا في مدارس معرفش ايه ان يعني الاساتذه بيقولوا او الناس اللي بيكونوا الشخصيه في مواد تكوين الشخصيه بيقولوا ان الواحد لازم يتحضن عدد من المرات طب من بالكم اللي هو شايف نفسه ان هو شايل جبل وان هي محطوطه في ظرف هي مش عارفه هي ما كانتش تستحق كل اللي هي فيه ده الاحتضان ده بيلم شتات شريك الحياه وعشان كده لابد ان احنا نعمله بقدر كبير من الاحتواء وقدر كتير كبير من المحبه كمان احنا محتاجين نقوم بالدعم ومن اكتر الحاجات اللي تكسب بيها قلب شريك حياتك انك تدعمه سواء في شغله او في حلمه او في دراسته او في علاقته باهله ومعارفه ده شيء مهم جدا الاجراء اللي بعد كده الخامس ده ده اكسير الحياه بقى ايه كثير الحياه الزوجيه الحوار كل يوم اتكلموا مع بعض عن تفاصيل يومكم وعملتوا ايه ونفسكم تعملوا ايه وازاي اللي عملتوه ده بيقربكم من حلمكم ومن سعادتكم اخر حاجه انا متصور ان احنا محتاجين نعملها الدعاء الدعاء على فكره من اكثر الاشياء اللي بتحس الانسان بين العلاقه متينه لازم العلاقه تبقى متينه بالدعاء ولو اضفنا بعض الاجراءات دي كمان ان يبقى في تواصل فما يبقى بره معظم الوقت وما يبقاش في رساله او حتى مكالمه او حاجه تطمن بيها على زوجتك او حاجه تطمن بيه وتطمن بيه على زوجك ده كله حاجات مهمه جدا 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 افتكرت حاجه مهمه كمان التفكير المشترك التفكير المشترك ده لازم يكون بنفكر مع بعض لو انقطعنا عن التفكير المشترك ايه اللي هيحصل هيحصل كل واحد فينا يبقى في وادي وبيشد سفينه الاسره في الاتجاه اللي هو بيحبه وتتمزق الاسره لازم نفكر مع بعض ونبقى على افكار بعض ونبني على افكار بعض كمان كل واحد فينا يقول فكرته ويحسن فكره شريك حياته ونعيش بود التودد لاهل لاهل شريك الحياه كل ده شيء مهم جدا جدا ومحتاجين كمان يبقى عندنا شويه بهجه في البيوت خروجه حلوه كلمه حلوه نكته ما ترجعش البيت وايدك فاضيه ارجع البيت وارجع تاني زي زمان ارجع البيت وفي ايدك حاجه زمان كانوا بيرجعوا ببطيخه مش لازم يعني البطيخه مش 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 واجبه يعني لكن ممكن ترجع تاني بحاجه تانية تدخل البهجة عليك وعلى الأولاد ويا سلام لو عملنا أنشطة مشتركة كمان تكون محببة للطرفين عملنا أكلة مع بعض عملنا حاجة بتغير بيها ترتيب البيت مرة رحنا خرجنا واكتشفنا حاجة جديدة ودايما ده يكون كمان معاه شوية مفاجآت تصنع ذكريات جديدة والذكريات الجديدة دي بتطبع صور البيت وصور الحياة بصور جديدة تخلينا في أسعد ما يكون يا سادة احنا في الحقيقه محتاجين ان احنا نهتم شويه بحياتنا الزوجيه وما نتركش فرصه للشيطان عشان يلعب يلعب بحياتنا لا نتماسك ونستمر في الاقبال على الله ونحس بمدد الله سبحانه وتعالى وان الحياه ابدا مش هتتوقف وهتفضل في نور الله وبركته صفحتنا على الفيسبوك صفحه برنامج ولا تعسره هي الصفحه اللي بتبقى جسر بيننا دايما بنتنور بيها ونتبارك باسئلتكم اللي مليانه محبه ومليانه كمان تواصل بينا احنا بنخصص لاسئلتكم المباركه اللي بتوصلنا على الصفحه وقت عشان نتكلم عنها ونجاوب عليها من الاسئله اللي وصلت لنا سؤال بيقول زوجي زوجتي غيوره جدا جدا وانا تعبت من ذلك ممكن نصيحه بطل الحاجات اللي بتخليها تغير اول حاجه يعني انا اقول لك حاجات كلها اي بي كلها الف ب اول حاجه بطل الحاجات اللي بتخليها تغير في الغالب السيدات ما بتغيرش من لا شيء اكيد بتغير من شيء زوجتي بتغير يعني بتبالغ في حاجه الحاجه دي بلاها لو قادر ان هي ما تبقاش موجوده في ناس طبعا عندهم احوال غير غير متزنه في مساله الغيره طبعا لكن لو انت قادر تمنع الحاجات اللي هي بتغير منها ما تعملهاش تاني حاجه الغيره يا سيدي لما بتبقى مبالغ فيها ما بيبقاش مقصود بيها الغيره هي المقصود بيها ان هي محتاجه تطمئن ان هي تفضل معاك على طول تاني عيد الكلام مره تانية الزوجه لما بتكون بتغير جدا 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 وبشكل كده اقرب الى الشكل المرضي هي بتبقى محتاجه حاجه تطمنها ان هي هتستمر في حياتك فانت لازم تقول لها حاجه ولا تعمل معها حاجه تحس بيها ان هي مستمره في حياتك ازاي يعني ان انت تفضل طول الوقت بتكلمها على مستقبلكم المشترك لسه متكلمين من شويه يا مولانا انا بقولك لك بتغير عليا اروح اكلمها على مستقبلنا المشترك ايوه اعمل زي ما بقولك كده طيب يعني يبقى أول حاجة أنا قلت لك إيه؟ بطل الحاجات اللي بت... اللي بتسبب لها الغيرة. تاني حاجة اتكلمها عن مستقبلكم المشترك وده حاجة مهمة جدا جدا. تالت حاجة كمان أنتوا لازم بشكل واضح إن أنت تقول لها كلام حلو وتمدحها. يقول لي يا مولانا ما بتفرقش بس هو بس كمل معايا بس ما ما يعني ما تجريش بسرعة كده، ما تزهقش. إيه اللي حاصل؟ امدحها واثني عليها وقول لها كلام حلو، كلام حلو عن مظهرها، كلام عنها كامرأة، كلام عنها كأنثى. ما ينفعش تجي دلوقتي تقول لي يعني اكذب يا مولانا. ما حدش طلب منك تكذب انت بتقول انت بتنفذ قوله تعالى وقولوا للناس حسنى. فبتقول لها كلام حسن. تقول لها كلام حسن. ما هو اصل انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ اصل يا مولانا هي اتغيرت عما كانت عليه من الزواج. بعد ما تعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي روح وحاورها بقى اقعد معاها كتير كل ما تقعد معاها كتير كل ما هي تحس ان هي ما بقتش تخاف. فساعتها مش هتغير كتير يبقى الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليها دي هي اللي هتساعدك ان انت تقلل الغيره مش هيساعدك اللي تقلل الغيره ان هي تشيل الكلام الفارغ ده من دماغها لا اللي هيساعدها على انها تقلل الغيره ان هي تحس بالامان نقطع السطر الحاجات اللي انا قلتها لك دي هي افضل حاجه تتعمل عشان تغير غيره الست يبقى تعالى كده بص ننتنع عن الحاجات اللي تسبب لها الغيره تاني حاجة نقول لها كلام حلو تالت حاجة ببساطة نكلمها عن المستقبل وأبدية العلاقة آخر حاجة ببساطة خالص إن إحنا يفضل معانا حوار بنتكلم فيه عن المستقبل والسعادة لو عملنا كده إيه اللي حاصل؟ الحياة هتختلف هتختلف ليه؟ لأن هي حست بالأمان حست إن زوجها شايفها جميلة شايفها أنثى فهي لما تحس إن هو شايفها كده يقل غيرتها لان هي في الغالب الغيره بتتولد ازاي الغيره بتتولد من أني شكل حلزوني كده بتعملها للمراه هو شاف الست دي وعجبته ولما ولما تعجبه ايه اللي هيحصل هيفرط فيا فانا غير عليه عشان ما يفرطش فيا طب لو بينت لها ان انت متمسك بيها طول حياتك واستمريت على ده وهي شافته في افعالك وشافته كمان في كلامك شفته كمان في تجنبك ان انت تعمل الحاجات اللي بتسرها وبتضايقها شفته كمان في قعدتك معاها القعده اللي مليانه جمال ومليانه محبه ومليانه ود وشافت ده كمان في ثنائك عليها اظن الغيره هتقل كتير وعلى فكره من الناس اللي ما اللي ما بيساعدوش الناس ان يدعوا لهم ان يا رب مراتك ما تغير عليك ابدا ده على فكره من الحاجات اللي قد تكون في بعض الاحيان مضره ان البيت فيه قدر من الغيرة عشان الناس تحس ان هم لسه مهمين لبعض في فكرة بتحصل ان الناس لما بتقل غيرتهم من على بعض بيبقى دوت مؤشر خطر على حياة زوجية ان لو ما حدش بيغير على التاني بالعكس في زوجات كتيرة بتيجي تشتكي بتقول جوزي ما بيغيرش عليا في ازواج كتيرة بيروحوا لست اول الشبكة اللي بترميها عشان تصطادوا هي ان هي بتغير عليه انت تتكلم مين وهي ملهاش علاقة بيه هو يكون محروم من ان ايه؟ عنده زوجه تغير عليه. ليه, ليه طيب؟ لان زوجته مشغوله بالاولاد وبالاطفال فما بقتش تهتم بيه. الحاجات دي مهم جدا جدا ان احنا نفهمها عشان ده هيكون سبب لصلاح الحياه الزوجيه لان حتى حتى النبي لما تكلم عن الغيره تكلم عنها وهي بيتكلم عنها باتزان. فقال اتعجبون من غير من غيره سعد؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر ان الانسان يكون بينهم غيره والا هيعبروا عن حبهم وهيعبروا عن ازاي عن حرصهم ان زوجهم يكون ليهم حتى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع السيده عائشه قال غارت امكم ولم يكن وحرام للغيرة ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. السؤال اللي بعد كده بيقول زوجي احيانا احيانا يحلف بالطلاق في ساعه الغضب وبعد ما يعدي يرجع في كلامه يقول انا مش نيتي طلاق ما حكم الاستمرار مع هذا عز... مع ما هذا الزوج؟ حكم الاستمرار مع هذا الزوج ان انت تاخديه وتروحوا تحلوا مشاكلكم عند خبير. يعني ايه تحلوا مشاكلكم عند خبير؟ لازم نروح عند خبير ببساطه خالص نشوف ايه لو فعنا ان احنا نعمل التصرف اللي هو المهدد والتصرف اللي بيفسد الحياه الزوجيه. احنا لازم بشكل واضح نروح لهذا التصرف بشكل واضح. طيب يبقى إيه اذا لازم نفهم بشكل دقيق ان احنا محتاجين نروح لمتخصص عشان يمنع هذه الدوافع وهذه الحوافز اللي بتحافظ زوجك ان هو يقول انت طالع انا فاهم ان ده ان ده بيهددك ان كسر تلفظه بالطلاق او كثرة حلفانه بالطلاق بيهددك انا ما اقدرش اقولك ان ما ينفعش ولا يجوز ان انت تستمر في الجواز ده عشان مجرد بس ان انت قلت لي ان هو حلف بالطلاق ما انا مش عارف حقوق او حلف بالطلاق ايه الصيغه اللي حلف فيها واحنا اصلا في مسائل الطلاق انا دايما بتسمعوني ان انا بحاول اوجه وبحاول اقول ان احنا ما نفتيش في مسائل الطلاق على الهواء ليه ما دام الزوج هو اللي مش اللي بيسال ليه عشان احنا محتاجين نتحقق من الزوج مش نحقق لان احنا مش جهه التحقيق احنا من جهه التحقق تحقق من ايه من قله قال بشكل واضح فاحنا لازم بشكل واضح نسمع من الزوج لكن نصيحتي ليكي بشكل واضح ان احنا لازم نروح ونفهم ليه هو انا دايما اقول كده ليس هناك شيء يبرر الزوج لما يغضب يطلق غير عده حاجات انا شفتها في في الزواج اما هو شايف ان ده بس اللي بيسكت الزوجه او ان هو شايف ان ده الخلاص من الضغوط اللي عليه الزوجيه واما شايف ان ده يعني المساله ما بتبقاش هو في رساله بيبعتها رساله كفايه كده او رساله انا مش هقدر استمر كده او رساله خلاص انا فعلا عايز اتخلص من هذه الزيجه او رساله في النهايه ممكن تكون رساله من الرسالات اني في الحقيقه ممكن تفكري بطريقه احسن لان انت كده بتهدي البيت ولذلك لما بنيجي نحقق مع الناس انت قاصد تطلق يقول لا بس هي ما بترجعش غير كده هل ده مبرر؟ أكيد مش مبرر، وأكيد التلفظ بالطلاق في أوقات لا يجوز فيها التلفظ بالطلاق، وعندما لا نريد الطلاق بيكون ده اسم وإحنا محتاجين ندرب نفسنا عشان نمتنع عن هذه العادة السمجة المحرقة التي تجعل الإنسان في المعصية أو قريباً منها. فاصل نرجع مرة تانية عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال مهم دي يقول انا كنت متجوزه حد كويس جدا بس للاسف ما كنتش عارفه احبه ما كنتش عارفه احبه خالص وقابلت حد تاني وتعلقنا ببعض وطلبت الطلاق وبالفعل اتطلقت بعد فتره طويله من طلب الانفصال وتزوجت هذا الشخص الحمد لله ربنا اكرمني وطلع حد كويس جدا وبيراعي ربنا فيا قوي وبقالنا سنين متجوزين لكن المشكلة اللي منغصاني ومنغصاه هو عقدة ذنب زوجي السابق علما بأنني ملتزمة جدا وقريبة من ربنا والحمد لله بس فعلا أنا حاسه نفسي شخص أقرب لربنا وأفضل وأنا بحب زوجي وأراعيه في غيابه وحضوره شخص أفضل من الأول بكتير بس مشكلتي المرعبة بالنسبة لي هي الذنب أرجو الإفادة لا هي مشكلتك المرعبة إنت زوجك هو البرفكشنستيه والجلد الذات. انتوا حصل لكم دلوقتي ان انتوا عملتوا ذنب. ذنب ايه؟ انا ما اعرفش حجم الذنب اللي انت بتقولي عليه لان انت بتقولي ان انت فضلت فضلت بينكم علاقه حب علاقه حب فتره طويله لغايه ما حصل الانفصال. انا ما اعرفش ايه التفاصيل لكن في الاخر خالص ايا كانت هذه التفاصيل انتما تبتما الى الله. تبتما الى الله لان انت لا قلتي لي ان الشخص ده خببك على زوجك يعني افسدك من اجل ان تطلب الطلاق ما فيش في السؤال ده كده ففرض ان ده حصل ده مش فرض موجود عندي في السؤال انت ايه اللي حصل انت حسيتي ان حياتك مع زوجك لن تستقيم امراه راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اني اكره الكفر بعد الايمان ولما سالها قالت له ان هي في امراه اخرى لما سالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان هي ما بتحبش تشوف زوجها في وسط الرجال فايه اللي حصل فسبته انا مش هغفل عن البعد اللي انت قايلاه اللي هو بعد ان كان في رجل تاني وانا ما اعرفش حجم الخطا اللي حصل ايه بما اننا خلاص حصل الطلاق وانت ما قلتليش ان في تخبيب يبقى زواج يبقى الانفصال اذا كان في ميل لرجل اخر واحنا تبنا خلاص تبنا الى الله إحنا الاتنين تبنى إلى الله. هذا الزواج اللي أنتوا فيه هيبقى زواج صحيح. وليس فيه أي إحتياج بعد التوبة إن أنتوا تجلدوا نفسكم. المشكلة في الحقيقة إن أنا حاسس إن أنتوا الاتنين عندكم هذا التفكير المفرط اللي هو الأوفر وده ودوت لابد إن أنتوا تقلعوا عنه. بإن إيه؟ بإن إحنا تبنى وأنتوا مش بتحبوا بعض عشان أنتوا ملائكة. أنتوا أخطأتوا. اختاطي ايه لما ملتي لحد وانتي إيه على ذمة راجل وتبت الى الله وتزوجنا زواج شرعي وعايشين مع بعض. تعملي إيه أنت ايه بقى؟ تستمري في حياتك وخاصة ان انتوا الاثنين مقبلين على الله سبحانه وتعالى. انا اظن أني لو سمحتوا لي يعني بالتحليل أنت وزوجك عايزين تعملوا كده ليه؟ لان انتوا مش عايزين تحسوا ان انتوا الاثنين فقدتوا احد المعاني الاساسيه اللي انتوا حاولتوا بقدر الامكان ان انتوا تداووا ما حدث انتوا داويتوا ما حدث ان انتوا اقرب الى الله وان انتوا بتحبوا الله سبحانه وتعالى خلاص استمروا في حب الله واستمروا في القرب من الله وانتم تبتوا والتوبه تجب ما قبلها فتبتوا الى الله سبحانه وتعالى مش محتاجين ان انتوا تجلدوا زواتكم شيلوا شيلوا من دماغكم ان انتوا كل ما تجلدوا زواتكم كل ما زوجك مثلا يحس بان إنتي ورعه او كل ما جوزك بيجلد ذاته انت بتحسي ان زوجك ده بتاع ربنا لا كل واحد فيكم هيبقى متدين وكل واحد فيكم هيبقى بيحب الله ورسوله لما كل واحد فيكم يتقي الله في نفسه لما يتقي الله في زوجته مش محتاجين تعملوا مأساة مش محتاجين تعملوا تمثيلية مليئة بالدراما بلاش الدراما الدينية اللي انتوا بتعيشوا فيها دي هذه الدراما الدينية انتوا مش محتاجين لها خالص انتوا تبتوا الى الله سبحانه وتعالى وفي زواج شرعي عيشوا بقى مع النور والبركه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم ومش محتاجين ان انتوا تعملوا كل الدراما دي. زوج بيشرب ومش بيصلي ولا عارفه ولا عارف ربنا ده السؤال اللي بعد كده. زوج بيشرب ومش بيصلي ولا عارف ربنا. وانا تعبت وعيالي تعبوا وعيالي تعبوا. أتطلق احسن ولا ايه مولانا؟ والله ما اعرف. لازم اشوفكم الاول. ما ينفعش اي حد يا ساده كل الناس بتجاوب على الناس على على الشاشات لو سمحتوا محدش يجي يحكي لك حكايه عن طرف والطرف الاخر هو اللي مشكله وتروح على طول قايل روح اتطلق على هوا كده الطلاق قرار لا يؤخذ الا بعد دراسه هذه مشوره مشوره لا تاتي الا عن بحث عن بحث في ايه في الطرفين هو زوجك بيشرب وبهدل الدنيا تعالى يا ابني لما بنيجي نحقق مع يا ابني بتشرب ليه قال عشان اللي بيحصل وحياتي وما اعرفش ايه فنتكلم معاه طب انت راضي عن ده والله حد يرضى عن القرف ده ما لا طب كويس جدا 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 طيب انت عايز تتغير اه بس هو ممكن يكون عايز يتغير بس ما عندوش اي مرجع يرجع له عشان يساعده ان هو ازاي يحدث خطه تغيير في حياته فهو محتاج ان حد يساعده عشان يعمل خطه تغيير في حياته فاذا لو حد تسرع وقال لحد لا اتطلق هو في الحقيقه افسد حياته اه صحيح انت المفروض ان انت لما تيجي تقولي للشيخ وانت بتساليه ان هو بيشرب الشيخ بقى يتشال وتهبد ويقول لك خلاص سيبي شرب مهما حصل شرب معصيه شرب حتى ام الكبائر بس في نفس الوقت ايه اللي حاصل لو حد بيعمل معصيه ام الكبائر لازم نعرف الاول خالص هو ناوي يكمل في المعصيه ولا لا هو ناوي يخرب بيته ولا لا هو ده بيأثر تأثير يدمر البيت ولا لأ؟ كل دي أسئلة وأبعاد ما نقدرش نجاوب عليها ما نقدرش ناخد قرار إلا ونحن بندرسها وعشان كده قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعلمنا إن إحنا لازم نبص في باطن الناس بل الإنسان على نفسه بصيرة لازم نشوف نفسه الأمارة بالسوء واصلة معاه لأي مستوى لأن في بعض الأحيين ما بيكونش الطلاق هو الحل حتى مع اصحاب المعاصي في بعض الاحيان الناس بتبقى متمسكه بالجواز عشان الجواز ده هي نقطه النور اللي في حياتهم وما تنسيش ان في اولاد والاولاد اللي زعلانين دول ممكن بعد كده يشوفوا شخص تاني خالص اه يعني احنا بندير حياتهم بالتعديد لا بندير حياتهم بالمحب وما زال حتى الان ابوهم وما زال حتى الان زوجك فلازم قبل ما ناخد قرار الطلاق لازم نعرف قد ايه ممكن نساعد بعض عشان الحياه الزوجيه تنتفع واحنا النهارده كنا بنتكلم على ازاي ابليس بيفرح لما الناس تفرق بق... تفترق عن بعض ولذلك بيبقى اقرب الناس اليه هو الاكثر فتنه للناس وهو الذي فرق بين الزوج وزوجته وعشان كده ببساطه خالص احنا محتاجين بشكل واضح ان احنا ندرس المساله فانت بتقولي لي اتطلق ولا, ولا ولا لا لا حضرتك اتفضلي على مركز الارشاد الزواجي ندرس المساله ونشوف هو بيشرب ووصل الى حد الادمان ولا لا وبيشرب عشان يعمل ايه كل الكلام ده محتاجين ان احنا ندرسه بشكل واضح يا ساده احنا النهارده كنا مع حديث حديث سيدنا جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيوصف لنا صوره من اشر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ازاي هو بيحاول بقدر الامكان انه يصل بينا الى ان حياتنا الزوجيه وان احنا نخلي الحياه الزوجيه دايما في شر ابليس عنده مكائد بس ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بعقل ورزقنا بقابليه للحكمه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا خلوا بيوتكم دايما في حصن خلوا بيوتكم مش بس نستعيذ بالشيطان الرجيم لكن ايه كمان حياتنا تكون محصنه من كل العيب ابليس خلوا بالكم ان ابليس دايما هيكون في حالة غيرة من النعمة اللي ربنا أنعم بيها على بيوتنا وجعل بينكم مودة ورحمة. حافظوا على المودة والرحمة مش بس عشان ترغموا أنف إبليس لكن عشان تسعدوا قلوبكم بنعمة ربنا علينا بأنه جعل بيننا بذاته العلية وبكرمه ومدده مودة ورحمة. يا رب نسألك أن تبقي منتك علينا وتبقي نظرك إلينا. لكي نبقى في جنه ودك ورحمتك التي اودعتها في بيوتنا يا كريم يا جميل يا رب العالمين